مع العينين تنحترمها وتنقدرها، وعندها واحد الشجاعة وتبدلت. كان عندها واحد الأفكار اللي كان بعد الأيام بعد كان كنت ما كنت أنا ضدها، ولكن هي ذكية وتبدلت وبغات هاد الحزب ديالها هو يتبدل وما يبقاش بهاد العقلية القديمة. وهذا الشيء اللي قالت وداك الشيء اللي كتبته أنا متفق معاه 100%. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.